أكد قنصل عام دولة الكويت في نيويورك حمد الحزيم أن افتتاح قنصلية عامة لدولة الكويت في نيويورك تابع من اهتمام الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية في متابعة احتياجات المواطنين الكويتيين الموجودين في الخارج وتسهيل إقامتهم. نعم، وقال الهزيم على هامش حفل افتتاح القنصلية العامة لدولة الكويت في نيويورك، قال إن هذا الحدث يعتبر أحد الإضافات المهمة التي تتوج العلاقات الكويتية الأمريكية. نتابع وإياكم. أقام قنصل عام مدينة نيويورك حمد علي الهزيم حفل استقبال بمناسبة افتتاح القنصلية العامة الكويتية في مدينة نيويورك، والذي يعد أهم الإضافات للعلاقات بين الولايات المتحدة والكويت. أنتهز هذه المناسبة لأزف البشرى للمواطنين الكويتيين المتواجدين في الساحل الشرقي في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كانوا طلبة أو قادمين من أجل تلقي العلاج والسواح ورجال الأعمال، على أن القنصلية العامة في نيويورك على أهبة الاستعداد للإجابة عن استفساراتهم وتسهيل مهامهم وإرشادهم إلى الطرق السليمة في التعاملات الرسمية لدى المؤسسات الأمريكية. كما لا تفوتني الإشارة إلى أن القنصلية العامة في نيويورك ستركز على رافد أساسي في عملها، وهو الجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري. فدورنا أيضا سينصب على إيجاد فرص عمل واستثمار تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية. وقد حضر حفل افتتاح القنصلية العامة لدولة الكويت هنا في مدينة نيويورك عددا من قناصل الدول العربية والإسلامية، وكذلك السفير منصور عياد العتيبي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، ودبلوماسيين من المنظمة الدولية، بالإضافة إلى وفد من وزارة الخارجية الأمريكية. نرحب بالقنصلية الكويتية في مدينة نيويورك، ونتمنى للقنصل العام التوفيق في مدينة نيويورك الرائعة، ونتطلع إلى المزيد من التعاون بيننا وبين العاملين في القنصلية الكويتية. وسوف تقدم القنصلية الكويتية في نيويورك خدمات للمواطنين والمقيمين الكويتيين في الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والذي يقدر عددهم بحوالي 4000، بالإضافة إلى السواح ورجال الأعمال. يأتي افتتاح القنصلية الكويتية هنا في مدينة نيويورك تتويجا للعلاقات الكويتية الأمريكية، وتأكيدا على اهتمام الحكومة الكويتية بمواطنيها في الخارج. من أمام مقر القنصلية الكويتية في مدينة نيويورك، أسامة عبد العزيز، تلفزيون دولة الكويت.